سواء كنت ترغب في تقسيم فاتورة مع الأصدقاء أو إرسال هدية أو شراء شيء ما، فإن إرسال الأموال رقمياً أصبح أسرع وأكثر سهولة من استخدام الكاش أو الشيك، لكن تحويل الأموال لا يخلو من المخاطر بما في ذلك احتمال التعرض للاحتيال أو سرقة بياناتك أو معلوماتك المالية. موضوع مهم بالفعل، ولكن ماذا نفعل إذا وصلت لنا أموال ما تخصنا في حسابنا البنكي؟ نشاهد هذا الفيديو من وسائل التواصل مع المستشار القانوني بدر الدين الرشيد. ما بيحق لك إنك تتصرف في التحويلات الخاطئة في حسابك البنكي بأي شكل من أشكال التصرف، وإنما عليك إبلاغ الجهات المختصة، فالقانون يعاقب كل من استولى بنية التملك على مال ضايع مملوك لغيره أو مال وقع في حيازته عن طريق الخطأ أو عن طريق قوة قاهرة مع علمه بذلك. أكيد رح نتكلم في هذا الموضوع بتفاصيل أكثر مع ضيفنا المتخصص في المحتوى الاقتصادي، ولكن قبل ذلك نذهب إلى زميلة نور الحصني ولديها المزيد من التفاصيل. بالتأكيد يا ريم. بنسبة 25% يتوقع الخبراء ارتفاع النمو السوقي لتطبيقات التحويلات الرقمية هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ومعدل ارتفاع سنوي بنسبة 12%، طبعا هذا على حساب تحويلات الصرافة التقليدية. وتعتبر السعودية والإمارات أكبر بلدين من حيث التحويلات الرقمية في المنطقة، حيث تجاوزت كل منهما تحويلات بقيمة 39 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق التحويلات الرقمية عالميا إلى 339 مليار دولار بحلول عام 2030 وفقا لتقرير شركة بري باي نيشن. نناقش هذا الموضوع مع كريم ومع ضيفك، تفضلي. شكرا لك يا نور، ورحب بصانع المحتوى الاقتصادي احمد الجمل. يسعد صباحك استاذ احمد. صباح الخير ريم، صباح الخير على كل اللي يتابعونا. يعني يمكن اول سؤال، العالم الان يتوجه الى كل شيء سهل، استخدام التكنولوجيا وايضا طبعا في تحويل الاموال صرنا نشوف تطبيقات مره كثير. صحيح. انا بس ابغى اعرف ايش هو التطبيق اللي تكون فيه معايير انا اثق فيها واختاره واضمن انه ما يكون فيه تسريب بيانات او انه فلوس لا تصل أو إنه يكون مزيف؟ خلينا نتكلم في البداية عن فكرة التطبيقات ومدى انتشارها. يعني زي ما قلت في التقرير من شوية، هو السعودية والإمارات هم الأكثر انتشاراً لاستخدام تطبيقات تحويل الأموال، ده نظراً في النهاية للكثافة السكانية للعاملين أو المقيمين الأجانب سواء في الإمارات أو في السعودية، ففي تحويلات كتير بتحصل بشكل شهري للعاملين دول لبلادهم الأم. في النهاية أنت تكلمت عن نقطة مهمة جدا، هي فكرة الأمان والخصوصية وأن أنا إزاي يكون فلوسي في أمان. تطبيقات تحويلات الأموال بتنقسم لقسمين، في تطبيقات عالمية وفي تطبيقات محلية. صحيح. التطبيقات العالمية في الأشهر مش بدون ذكر أسماء ناس كتير عارفاها، هي تعتبر الأأمن، ولكن التطبيقات المحلية عشان تروح للتطبيق الأفضل روح للتطبيق الخاص بشركات الاتصالات، لأنه بيبقى مدعوم من البنك المركزي في الدولة سواء في الإمارات في مصر في السعودية، بيبقى هو أكتر أماناً. ده رقم واحد. رقم اتنين، في الوقت الحالي هي الناس عزفت إلى حد ما عن التحويل البنكي أو الصرافات العادية، ولكن البنوك في الوقت الحالي أصبحت بتطور تطبيقات إنها تواكب السرعة اللي موجودة في سوق تحويلات الأموال، وحتى الصرافة التقليدية بقت ليها تطبيقات وليها محافظ إلكترونية خاصة بيها بالنسبة للعملاء عشان تسهل السرعة. طيب يعني إيش الأفضل؟ أنت بتقول يعني التطبيقات اللي تابعة لشركات الهواتف أو المحمول وفي البنوك، من هو من الأفضل بينهما ولا الاثنين بيعطوني نفس النتيجة؟ نتكلم في النهاية عن أنت عايز إيه؟ أنت تحويل سريع ما فيش رسوم كبيرة، رسوم كبيرة وأنه بيانات لا تسرب وخصوصية. طيب مسألة الخصوصية في النهاية هي دي واسعة جدا جدا، يعني إحنا أصبحنا إن إحنا في الوقت الحالي نقطة الخصوصية ما عادتش نقدر نحن نحكمها، لأن في النهاية هو بيزنس قائم. لكن لو هنتكلم عن السرعة فهي تطبيقات الأموال هي الأسرع في التحويل، بالنسبة للتكاليف الفيز لرسوم التحويل هي كمان هي أقل تكاليف. ولكن خلينا نتكلم إن لو بنتكلم عن المقيمين سواء في الإمارات في السعودية، هو هدفه السرعة، ده رقم واحد. رقم اتنين، هو بيبقى عايز يحول تحويلات شهرية، يعني أقساط عليه، مدارس، ربما مبالغ شهرية لأهله،
أهله، فهو في المعاملات الشهرية بيفضل تطبيقات الأموال اللي أنت تحول عليها، ولكن في المبالغ الكبيرة بيفضل البنوك عشان هي بتكون يعني أنت تحس أن أنت مرتاح وأنت بتحول المبالغ الكبيرة، بتبقى أكثر يعني أمانا ودقة يعني عشان ما تكونش قلقان. لكن في النهاية وكله بيبقى مراقب من البنك المركزي في كل دولة، ولكن هو يفضل والناس بتفضل ذلك. طيب هذه النصيحة مهمة، خلينا كمان نشوف رأي الناس في هذا الموضوع، إيش يستخدموا في الدفع والتحويل المالي بين الصرف العادية أو التحويل الإلكتروني وليش؟ خلينا نشوف إيش قالوا. وش تستخدم آلة الدفع؟ في نفس الآلة ولا تروح تحول وكلها في التطبيقات؟ لا والله الحين أول كنت أحول تطبيقات ثم رجعت للمشين البنك، فالأخير كله صار نصب في نصب، يعني صار الحين كل وأغلب الناس شالوا التطبيق من جوالاتهم. أنا استعمل التطبيقات أفضل بالنسبة لي، غالبا الأشياء الإلكترونية، والسبب أنه آمن أكثر وأسرع وبيسهل لي يعني سرعة، يعني في حال لقيت ان تطبيق مثلا ما يوفر ابل باي او اس تي سي باي اضطر اني انا اكنسل احيانا الطلب بسبب انه هو بالنسبه لي الابل باي اسرع وامن لي. لا استخدم الابل باي الجوال. والله استخدم التطبيقات اسهل في طريقه الدفع، ولا عاد صرنا نشيل محفظه او شيء زي كذا، كل الاوراق دي ما احتاج. والله استخدم ابل باي، ابل باي مره عمليه ومريحه وسريعه جدا. يعني ما شاء الله كل الناس او الاغلبيه يستخدموا تطبيقات، لكن هل هناك مخاطر من هذه التطبيقات؟ يعني مثلا الجوال يتهكر، الجوال ينسرق، الحساب يتاخد، هل ممكن انه تكون هي امنه بالنسبه لي يعني على حسب المحفظه انا حاطه فيها قديش، ولا ممكن الدخول على حساباتي عن طريق هذه التطبيقات؟ في النهاية الاختراق يعني وارد في كل الأحوال يعني. وفي نفس الوقت التطبيقات، معظم التطبيقات هي حاليا بقت بتسهل على الناس ان انت مش لازم ان انت يكون لك حساب بنكي مرتبط بالمحفظة بتاعتك في التطبيق، بل انت بتعمل محفظة عند التطبيق وخلص، هو ده محفظتك، انت بتحول وبتستلم عليها. ولكن في النهاية يعني في التحولات المحلية بتبقى أسرع وأيسر، لان برقم الهاتف تقدر ان انت تحول. في التحولات الدولية بتبقى كمان أيسر وأسرع، ولكن حتة نقطة الخصوصية والأمان في النهاية أنت المسؤول عنها، أنت المسؤول في النهاية عنها يعني، لأن في النهاية أنت مرتبط بإيميل، لو الإيميل اخترق أو يقدر أنه يدخل على المحفظة الإلكترونية بتاعتك. بس في النهاية أنت يفضل من الجميع أنه ما يحطش، ما يسيبش مبلغ كبير في المحافظ الإلكترونية، يعني هو في النهاية الاستهلاك، سواء الاستهلاك اليومي أو الاستهلاك الشهري أو حتى التحويلات السريعة، لكن المبالغ الكبيرة أنها تبقى في المحفظة أمانا ليك، عشان فكرة الاختراق وخلافه ان انت تكون في الحساب السيفنج اكاونت مثلا، بالضبط في السيفنج البنكي هو البنك. يكون طيب يمكن السؤال اللي يطرح نفسه والكثير ممكن يتعرض له، انا فجاه جالس جاتني حواله على حسابي، قد تكون حواله كبيره، ده رزق وهو ده، كيف اتعامل معاها؟ يعني البعض يشكك ويقعد يطالع، طب انا ايش اتصرف؟ طب هل هذه فرصه؟ ايش المسؤوليتي انا اتصرف؟ هل هذا يجب موضوع اخاف منه؟ ايش التصرف الامثل هنا؟ يعني خلينا نقول ان دي نسبه 1% انها والله بتحصل سارت، يعني بتحصل، بس يعني خلينا نتكلم في نقطه كمان، لو بتحصل في يعني في مصر انا لمستها، بيجي لك رساله يقول لك ان انت تحول لك مبلغ كذا، وانت تظن ان هي شركه او تظن ان هو من الحساب الابلكيشن اللي بعت لك، ولكن بيبقى شويه يعني في عمليات نصب وخلاف ان هو يحاول ان هو يقول لك ان تحول لك فلوس وما يكونش في اي اشياء دخلت في المحفظه، ولكن ده جانب اخر، هذا شيء ثاني. لا تحولت فلوس فعليا، تحول فلوس في النهايه، انت بتعرف في النهايه الرقم المرسل منه، فتقدر ان انت هيتم التواصل معك او انت تتواصل معايا، ولكن برضه لو ما في احد اتواصل معايا وفي عم الصمت ايش اتصرف؟ قول لي عشان انا لا اتحاسب قانونيا كمان. لا في النهايه النقطه القانونيه هي اللي الناس تتكلم فيها، اروح ابلغ البنك اقول لهم يا جماعه انا اخلي مسؤوليتي؟ لا هو في النهايه انت مرتبط بتطبيق يعني، ففي النهايه انت في خدمه عملاء للتطبيق او تواصل مباشر تقدر انت تبلغهم بده ان انا في اماونت او مبلغ دخل في حسابي انا في النهايه مش عارف مصدره ايه، لان في النهايه برضك اللي بعت المبلغ هو بيقول ان انا بعت الرقم بالخطا، فهيتم التواصل وحل الموضوع يعني. ولكن طبعا انا بقول لك دي نسبه قليله انها اللي هتحصل يعني بتحصل، الا لو انت بتحول تحويلات محليه بارقام التليفون ممكن تغلط في رقم ووضع رقم، لكن هتوصل لناس، بس ما اظنش انها تبقى المبالغ الكبيره يعني. جدا. طيب اشكرك جدا صانع المحتوى الاقتصادي الاستاذ احمد الجمل، شكرا لوجودك معنا. شكرا.